الفرح بناسه، لو ناسه كويسين وتمام وكده بتلاقي كل الناس فرحانة، وأنا كمان فرحانة كأني أخت العريس. أنا مع عبد المؤمن وبيقول عليا الدكتورة. حفلة يعني فرح، واحد كبير في السن قال لي أنت دكتورة في العزف، كنت بعزف حاجة لأم كلثوم فطلعت عليا منيها. الأول كان بالنسبة لي لعبة، يعني لعبة الأورج، في أورجات عندنا في البيت وكده، أخدتها مثلا وأنا في الابتدائي لسه في أولى، بدأت أعزف حاجة زي أهواك كده، بابا شافني أخدني معاه الحفلات، بدأت اللي أنا أطلع حفلات معاه هو الأول يخليني أقول سلام أو حاجة، وبعدين طلعت حفلات بعد كده لوحدة صغيرة، بعدين جات واحدة واحدة بقى لحد ما كبرت. أول ما الفرح بيولع معايا ويبقى الناس مبسوطة وكله بيرقص، أنت مش عايزة تبطلي عزف، أنت عايزة ترقصيهم أكتر وأكتر، متهيألي مش عايزة أقعدهم على الكراسي تاني. الفرح هدي معايا، الناس قعدت بدأت تقعد خلاص كلها من على الكراسي، مفيش حد بيرقص، خلاص بقى عايزين يسمعوا مزيكا بقى دلوقتي، أقول لهم أي حاجة مزيكا، يقعدوا يرتاحوا شوية من الرقص. الناس بترقص خلاص، أنت عايزة شعبي، واحد قدامك واقف ماسك مثلا عصاية ماسك حاجة عايز يرقص، هتقولي له ايه غير شعب؟ استحالة هقول له مزيكا واقول له ارقص عليها، انا رايحة افرق، ده دي مهمة. القاعة عندنا في حاجات اسمها تلاتات اربعات، هو عدد طبلها كده، يعني عدد قوالها كده معاهم، فهم بيقولوا مثلا كذا دلوقتي، هنقول كده مش مشاورة، احنا مش هنسمع بعض على المسرح، السماعات ورانا في كم كبير من السماعات ورانا، فمضطر ان احنا نشاور لبعض، واحد كذا كذا، نعمل ساعات كده كده، يعني خلاص هنقعد كده واحدة كده، دي مزورة واحدة، فبشاور بيكون هم عارف خلاص انا هقول ايه. اتعلمت من والدي الشخصية بتاعته، يعني انت بتعاملي مثلا معاكي 20-30 فرد ومعاكي اصوات ومعاكي حاجات، عايزة تعامليهم كلهم بكل واحد بدماغه، استحالة هم هيفهموني على طبع، أنا بكلم كل واحد بطبعه، ممكن يكون زعلان النهاردة أسيبه، بس تاني يوم خلاص أنت مش زعلان، شايفك كويس وحلو، أشد عليك شوية مثلا في الشغل حاجة، لو شفتك أهملته مش بشد عليه عشان شغلي بس، لا أنا حباك معايا مش عايز أسيبك، لو هم شايفين حاجة صح على المسرح بمشيها، ولو حد عايز يقول حاجة أنا مش عايزاها بس انا شايفه اللي هي مثلا ممكن تنجح الدنيا، بس كل النجاح ده في الاخر الحمد لله تحت اسمي، يعني الفرقه اسمها فرقه مها عبد المؤمن، فاي حد يضيف حاجه وان شاء الله لو هو اللي يقولها قولها، ما هو انت صح هتضيف لنا جزء، يعني هتضيف لنا نقطه في حسابي. لفيت كتير قوي، يعني لفيت كتير، انت دلوقتي انا مش بشتغل في مكان معين، احنا بنشتغل في افراح شعبي، طلبك حد من المنصور، طلبك حد من اي حته، من اسكندريه من بحيره من طنطا، على حسب الطلبات معاك، انت معاك النوتة بتمليها على الاماكن اللي هم بيطلبوكي فيها. شغلتنا فيها حاجه صعبه قوي، اللي هم ما بيرحموش، انت خدتي مواعيد، قدر الله رجلي اتكسرت ايدي اتكسرت، صاحب الفرح ما بيصدقش لما يشوفك، لا والله ده رجلي مكسوره، لا معلش انت هتزمري بايدك، طب احنا حاجزين الفرح عليكي، قايلين الناس اللي انت جايه، اضطريت ان انا اطلع الشغل وانا رجلي قبل كده مكسوره. طب اللي حد يزيله سقف الله يرضى عليه، اللي حد النبي سقف، اللي حد النبي. اتهاجمت من ناس كتير، لا ده بنت بتعزف يا عم، ده هتيجي تبوظ الفرح، انت هتجيب بنت تبوظ لك الفرح، ده الرجاله ساعات بيبوظوه، هتجيب بنت انت ايش عرفك اللي هي اللي بتعزف، ما يمكن حاطه فلاشه ولا حاطه حاجه وبتحرك صوابعها كده، طب استني كده شيل ايدك دلوقتي، هو عايز يشوف دلوقتي العزف ده جاي مني وانا ولا انا مسجلاه ولا فلاشه ولا ايه، فضلتها كده مثلا زي نص ساعه، في الاخر قال لي لا انا كده ادفع فلوس الفرقه بقى، لا ده انت اللي بتعزف. ما بحبش في الافراح ضرب النار، ما بحبش الرقص باي سلاح عن مصر، لان ده ممكن يؤدي المشاكل، في ناس قبل كده في فرق تانية ماتوا من ضرب النار ده، فما الاقي ضرب نار او اي رقص بسلاح لا بوقف، معلش يا جماعه مش شغاله الا ما تنزلوا ضرب النار، فبيضطروا اللي هو خلاص طب تمام.
انا مع المهرجانات اي عيالي بيحبوها انا بحبها، بس ما بحبش يعني ممكن يكون فيها كلمه مش كويسه اجي ساعتها اقول خلاص ما اقولهاش يعني، بس مع الريتم والمهرجان نفسه ما لهوش اعتراض. انت عندي كان في اغنيه اسمها الصح الدحمو، ايه الفكره في الصح الدحمو فاهمه، بس ما كانش فيها حاجه بذيئه يعني ما كانتش كلمه وحشه، عشان كده ما اعترضناش عليها. ده ذوق عام للشعب. طب انا همنع المهرجانات، همنع اللي بيسمعوها. على فكره منع المهرجانات مش هخليك تسمع اغاني قديمه، يعني مش هخليني غصب عني اجيب الاغنيه القديمه هسمعها، لا هستناها لما تنزل المهرجان الجاي بس بدون كلام بذيء برضو وهسمعها. اتوجهت للشعب عشان حبيته، حبيت فرحة الناس، حبيت الناس تكون فرحانة. أنا كمان من النوع اللي يعني بضحك كتير، حبيت اللي أضحك معاهم. وبعدين الست كمان لما بتشتغل وتبقى لها كيان، عارفة ما بيبقى لك كيان ولازمة، يعني أنت ليكي لازمة كده كده، ده بتحسي إن أنت ليكي حاجة. كل ما بتلاقي نجاح كل ما بتلاقي اللي أنت عايزة تحافظي عليه مش تنزلي عنه، عشان أبقى عنده ثقة الناس اللي جايباني.